التناغم والفكر والانسجام اللي حصل من اول يوم بين اللعيبه والمدير الفني الجديد، شايفه ازاي؟ هيفرق ازاي في ماتش يوم السبت؟ هو كمدرب عشان ان هو يحصل الكيمياء بينه وبين اللعيبه، دي ما بتحصلش مع اي مدرب مع مجموعه لعيبه، لكن سرعه الاستجابه وسرعه الارتباط اللي بينهم، الكيمياء اللي ربطت لعيبه النادي الاهلي بهذا المدرب وجهازه، تشعر ان المدرب والجهاز ده يعني بيشتغل بقاله 7-8 اشهر. مع احترامي عاوز اقول برضو نقطه، ان فيرال ساب الفرقه وسلمها لموسيماني. احنا ما كناش عارفين فين فرقه النادي الاهلي. مدرب المحترف، مدرب اللي هو شغال بيقدر، تعرف يا كابتن، يبقى عنده فرقه في اساسيين، في بدلاء، في هيكل للفرقه، في شكل للفرقه. لكن هو ما سلمش، لو عمل تقرير وهسلم الموسيماني يقول له الفرقه عندي تبدا الشناوي، خط الظهر مين، خط النص مين، والى راس الحربه بالشغل ده كله، هو سابسي حاجه زي كده. بس اكيد كابتن سامي قمصان اكيد قام بالدور ده، صح؟ لا مش قصدي على كده، قصدي ان الراجل ما فيش شكل موحد للفرقه، شكل ثابت، بحيث ان المدرب بس ده كان بيعمل روتيشن يا كابتن. ما هو مهما عمل روتيشن، مهما عمل روتيشن، في اساسيات ما بتتغيرش، هيكل الفرقه ما يتغيرش يا كابتن هاني. الروتيشن لبعض الافراد، لكن في النهايه تعرف ان ده لاعب اساسي، تعرف ان ده بس بيريحه. أيوة. يعني لما اقول علي معلول بيريحه، يعني مش معقوله ان هو مش اساسي، يعني ما جيش ما احطش علي معلول رغم ان هو ما بيلعبش. ليه؟ لان انا بريحه، يبقى انا عارف ان انا بريح علي معلول. انا مثلا بريح الشناوي. يعني حضرتك كابتن فتحي تتفق تماما مع كابتن عادل ان موسيماني في فتره صغيره جدا انت حسيت ان ليه بصمه على الفريق، وان في، مش هنقول احنا ما بنقيمش مدرب من خلال اسبوع، لا يعني. انا لكن في بوادر انه ان شاء الله يكون في مشوار طويل مع النادي. انا عايز ابين ان مدى كفاءه هذا المدرب، ان هو ما مسكش قاعده او ما مسكش شكل فرقه وبيكمل عليها، معنى ان هو يعمل الشكل اللي هو فيه ده من الاول وجديد، والاندماج ده ما احنا شفناه. الاندماج ده والروح اللي في الملعب دي، والفريق ان هو عمال بينفذ ايه رغم ان هو ما كملش معاهم، ما كملناش دلوقتي اسبوعين، خلاص احنا ما كملناش اسبوعين. صحيح. اذا ده مدرب فاهم، عارف ازاي يخش قلوب اللعيبه. يعني معنى ان تخش، يعني انا كمدرب اخش قلوب اللعيبه، خلاص اللعيبه هتنفذ اللي انا عايزه. وبعدين هو عنده جه ورميته، وعنده صراع في حاجتين، عنده بطولة الدوري، حصل على بطولة الدوري، لكن النادي الأهلي مش هو اللي بيتنازل عن أي مباراة. وكانت امبارح ده نقطة مهمة طبعا، كانت مهمة جدا مباراة بيراميدز، لأن كان كتير من الناس، صحيح، كتير من الجمهور، كتير من السوشيال ميديا يقولوا ده النادي الأهلي هيسيب هذه المباراة، أو هيهمل هذه المباراة، أو هيلعب بناشئين، أو لكن هناك الراجل ده جاي، فعارف ما هي مبادئ النادي الأهلي. مبادئ النادي الأهلي اللي ما يحطش عليها، فأنا بلعب ماتش بيراميدز ما يهمنيش، ماليش دخل بالفرق التانية اللي أنا منافسة، أنا هسيب ماتش ما سيبش ماتش، أنا بلعب. وبعدين تقابلوا أكتر ثلاث مشاكل في فرقة المدرب يقابلها. أول حاجة مثلا إصابة كهرباء، فدي إصابة قدرية مش بمزاجه، فاضطر يغير لعيب أساسي كان ممكن عنده. نمرة اتنين إن السلية اتطرد، وده واحد عنصر من الأساسيين، مظبوط، واللي هو تاني واحد بيلعب ضربات الجزاء، يعني عندنا علي معلول ثم السلية ثم مثلا قفشة. إذا فرصتنا إن احنا كان ممكن في ضربة جزاء تيجي في وضع زي ده كانت سهلة جدا. يبقى انا عندي المشكله الثانيه دي. ثالثا ان انا بجرب اللعيبه اللي انا عايزها،
رابعا ان انا بلعب مع فرقه ما هياش سهله، انا لعبتها 4 مرات والاربع مرات فزت واحده وثلاثه في 2 تعادل في واحده كده، يعني الفرقه مش سهله اللي قدامي. معنى ان انا اعمل هذه التغييرات واركز في كل ده وبركز لمباراه الوداد. اذا ده فكر عالي للمدرب وبهدوء وهادي جدا.